قانون الغاب مبدأ يحكم دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث الجميع مستهدف حتى الحيوان. قصة اليوم ليست مزحة مشاهدينا الكرام، بل هي حقيقة. رواد موقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لحمار، وبالتحديد في منطقة مسافر يطة في جنوب الخليل بالضفة الغربية، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة بحجة اقترابه من موقع لجيش الاحتلال، ليعلق المغردون أن حتى الحمير لم تسلم من اعتداءات الاحتلال، فالاحتلال يمنعهم من المرور من جبال المنطقة المهددة بالمصادرة. فلنشاهد هذا الفيديو وبالتأكيد نعود إليكم. قالوا مشاهدينا، ما رايكم بهذه القصه؟ وبرايكم هل يمكن ان يتم وضع حد لهذه الممارسات العنصريه والغير منطقيه؟ قصصنا مستمره، ولكن بالتاكيد نتابعها بعد فاصل قصير.